أدعو صاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباع إلى خشبة المسرح لتوزيع الشهادات على الطلبة الخريجين. طلبة الصف الثاني الثانوي الفرع العلمي. الطالب عناد فادي زواد السمردلي. دينا داود خليل المناصير. فيكتور رمزي الياس داود. هلا حكمة فؤاد الهلسة. أنطون فرج فؤاد شطارة. ليلى زياد. ميشيل جورج حرب جاسر. واجسرمد متي البرداشي. عامر رائد موسى زريقات. ديالا سامر هتلر حدادين. عمار عود عيسى المساعدي. مريانة سليم الياس العيلوطي. زيد محمود جعفر الخروف. تالين نبيل يوسف حجازين. إيهاب عبد السلام كامل صالح. ليديا وائل عياد حجازين. علي حسن محسن الظاهر. غيداء فراس أكرم القعقاع. طلبة الصف الثاني الثانوي الفرع الأدبي. الطالب زيد سمير أحمد الكردي.
الطالب عون معن فتحي مسمار. ناردين ادوارد نعيم بقلب. عمر نايل حامد محارب. ديما سمير بشارة عزر. سليم جورج سليم سويس. زين رامز سامي الخطيب. تتفضل مديرة المدرسة بتقديم درعا تذكاريا لصاحبة السمو الملكي الأميرة عالية الطباخ، ولتتفضل.